الاستاذ اسامه صقر رئيس القسم الرياضي بجريده الجمهوريه ضيفنا العزيز في حلقه اليوم. يا استاذ اسامه اهلا بيك. اهلا بيك. اخبارك ايه؟ لا زي الفل تمام الحمد كله لله. تمام الحمد لله نورنا ربنا يخليك. احنا طبعا بيزيدنا شرف وجودنا في قناه الاهلي ونكون ضيوف خفاف ان شاء الله أكيد. على المستمعين والمشاهدين باذن الله. اكيد باذن الله. نبتدي الاهلي ورايك في مسيره الاهلي الافريقيه بالتحديد بما انها كانت اخر مباراه امام بلاتينيوم في دور المجموعات، رايك ايه في المباراه دي وبعد كده نخش على اللي جاي بقى. اولا بسم الله الرحمن الرحيم، انا سعيد بنتيجه التعادل على فكره. سعيد جدا. ليه؟ لان انا كنت عايز لما تحصل اي هفه او يحصل اي خطا يكون مبكر قبل مباراتين، احسن ما كان الخطا ده يحدث في مباراه من المباراتين اللي جايه. بس يعني خليني اقول لحضرتك احنا كنا كسبنا المباراه دي كنا خلاص الموضوع بقى اسهل في الصعود والتأهل. وهي كانت قد هتاثر على المباراه اللي هتتلعب بعديها مباشره بالليل. وكانت تسهل، انما انا برضو ما كنتش هضمن تاهل الاهلي الا بشرطين، الشرط الاولاني ان انا لازم افوز على النجم الساحلي. حلو. كده ولا كده لازم افوز على النجم الساحلي لعده اعتبارات، منها ان انا اعتبرها مباراه ثأريه مش بالمفهوم اللي الناس بتاخده. ثأريه ان احنا بقى هنجيب دبابات ومدافع ونضع، لا ان انا لازم اسقر للهزيمه بتاعتي ايا كانت اسبابها هناك ماليش دعوه بيها. دي تخليني اخد الشكل بجديه. الاهلي عشان يتاهل لابد من حصد 4 نقاط. كويس. مش ويكون افضل ليا ان انا احصد 6 نقاط عشان اكون اول. برافو عليك. انا هي دي النقطه اللي كنت يعني عايز الناس تفهم. الاحساس بالخطوره شيء بيبقى كويس جدا، ولكن انت في ظروف استثنائيه بتقابلك في اي مباراه. بلاتينيوم حصلت المجموعه حلو وتعادله مع الاهلي، انا بقول لك هيعمل نتيجه ايجابيه قدام الهلال السوداني. فلذلك انا عايز بس اقول ان الاهلي زي ما هيقابل افراح هتقابله بعض المصاعب، هتقابله بعض المطبات، وده طبيعي ولذلك النهارده ما عادش عندي حته ان انا هقول ان انا بدخل مباراه النجم الساحلي والهلال عشان ان انا احقق نتيجه، لا ده انا لازم احقق نتيجه طيبه والنتيجه تكون ايجابيه باذن الله. وان اللعيبه تفوق وتعتبر مباراه بلاتينيوم الاخيره ديا. على فكره الاهلي ما كانش وحش الشوط الثاني، يعني نسبيا الشوط الثاني نسبيا الشوط الاول احنا كنا بعيد بصراحه. لا ما كناش، ما وصلناش زيمبابوي ساعتها خالص. الشوط الاول انما كان انا برضو كنت بتكلم عليه ان احنا كانت عندنا هفوات قليله جدا. ماشي. خط الدفاع بيقدم أسوأ مباراه شفتها للاهلي محليا وافريقيا. هي بالنسبه لخط الدفاع جت في المباراه دي. طريقه الاصابات اللي بيتعرض لها لعيبه الاهلي عشان الناس ما تجيش تتكلم وتقول ان دي ملاعب ارضيات ملاعب، لا انا بتكلم على ارهاق. انت مرهق بقالك 6 7 سنين، ما ينفعش لعيب يلعب 6 7 سنين متواصله وبالارقام الزمنيه القليله دي. دي بتكون مؤثره ضد النادي الاهلي. مش معنى ذلك ان انا قعدت اشتب في فايلر وقلت ان ريني فايلر قدم مباريات كويسه مع اول مباراه اظهر فيها بالشكل السيء دون، ان انا اقول لك لا ده الراجل ده مش كويس. ده كلام يبقى جدا. يعني انا بقى احنا بس لازم نتكلم على ان الاهلي بيبحث عن بطوله، بيبحث عن لقب بيحبه وبقاله فتره بعيد عننا. حلو. اللي هو البطوله الافريقيه. فانا حته تفسيري ان النتيجه ديت ما كانتش سلبيه على الاهلي، انا بعتبرها ايجابيه. لانها بتدق ناقوس خطر انك انت تكون او لا تكون. وفي الفترة اللي جاية دي أنا بلعب على البطولة المحلية، بلعب على البطولة الأفريقية، هلعب على بطولة السوبر، هلعب على أي بطولة أيا كانت، لابد إن الأهلي بيحاول إنه يفوز بهذه البطولة. مش بقول إن هو داخل عشان يكسبها. ولا قدر الله بتبقى في نتائج أنت ما تقدرش تتحكم فيها. أنت بتنافس، داخل عشان تنافس بقوة وبإذن الله. ودي حقيقة إن شاء الله. فلذلك أنا بقول أنا إن شايف إن الأهلي يكون أكثر جدية من اول مباراه طنطا اللي جايه وما تليها من مباريات، ان الاهلي باذن الله قادر على ان يستعيد نفس المستوى ونفس الروح. برضو يكون هناك اعذار كتيره لان طريقه الاصابات دي بقت غريبه وعجيبه جدا على النادي الاهلي، وهي اللي مأثره على نتائج على النتيجه الاخيره بالذات. الاصابات بسبب الارهاق زي ما حضرتك اتكلمت، يعني رحلات كتير، مباريات ضغط، مباريات دوري ودوري ابطال افريقيا، طبيعي يبقى في اصابات. لازم تكون ولازم تكون اصابات كتيره جدا كمان. ده مش بقول اصابات واصابات، انا الخوف انها بتبقى اصابات غريبه واصابات
يعني معلش انا بعتبرها اصابات قاتله. أوه. ان اللعيب يتاخر مني 8 شهور ولعيب يتاخر لي 9 شهور انت بتتكلم في ايه؟ انا مش بتكلم في اصابه اسبوع او اسبوعين. مش بتكلم في عضله ضمه، لا انا بتكلم في اصابات خطيره جدا. اتمنى يعني الناس تتفهم وانها تكون يعني جديره بتشجيع فريق النادي الاهلي، انها تتكلم بعقلانيه، تتكلم بمنطقيه، وان الاهلي باذن الله يقدر يحقق كل الطموحات اللي احنا عايزينها ان شاء الله. هل القلق اللي موجود عند جمهور النادي الاهلي قلق طبيعي ولا هو قلق زائد عن اللزوم؟ لا لا من وجهه نظري لا قلق زائد عن اللزوم وملوش اي معنى. ليه؟ ايه اللي ليه؟ وانا يعني مثلا هو انا كنادي الاهلي هدنيني بلعب على القمه ومتصدر للقمه مش هتقابلني اي عقبات؟ لا طبيعي. طب ايه الميزه؟ هي ايه الميزه اللي عندي انا اللي انا الوحيد اللي مش هتقابلني مطبات ولا عقبات ولا حتى لا قدر الله ان انا اخسر مباراه او اتعادل مباراه؟ الميزه اللي عندي انا افضل من الانديه الثانيه في ايه؟ هل لعيبه النادي الاهلي عندي مثلا بدل ما له رجلين له ثلاثه؟ لا يا جماعه لا، هي هنتعرض لمواقف، ولكن اللي مطلوب من الجماهير ان هي حلو. تتعلم ان الاهلي كيف يتفادى هذه المطبات وهذه الحوادث اللي بتقابله في بعض المباريات. طيب البعض بيتكلم على ان الاهلي بقاله فتره كبيره جدا ما بيكسبش بره ارضه بخلاف طبعا مباراه كانو سبورت في الادوار التمهيديه يعني، لكن بتشوف اسباب عدم فوز الاهلي بره ملعبه بالتحديد في بطوله دوري ابطال افريقيا؟ اخر ماتش كسبناه تقريبا ماتش الترجي في 2017 على ما اتذكر. بتشوف الاسباب ايه؟ لا ما هو اسباب ايه؟ انا مثلا طيب نيجي نربطها بالمباراه الاخيره بتاعت بلاتينيو. تمام. انت بتلعب مع فرقه مجدده 11 لعيب في المباراه، 9 لعبوا منهم على فكره في المباراه دي جداد جدا. هم عندهم النظم واللوائح بتجيز لهم القيد والكلام ده ما فيش مشكله. بس لا بس القيد الافريقي مختلف يعني عن النظم اللوائح داخل الدوله يعني. داخل اتحاد لا يعني اللعيبه اللي موجوده دي جديده خالص، حتى ما لعبوش قدام مش تسعة اقل ما هم لا موجودين التسعة اللي لعبوا في مباراه الاهلي دول كانوا جداد جدا. بس مش معنى مقيدين بس ما لعبوش مثلا في الماتش ده ان هم ما لعبوش في الماتش الاولاني يعني الماتش الاولاني انا زائد الاضافات اللي هم عملوها وجابوها. اللي هم عندهم ايه يخسروه؟ صح ما عندهمش. هو حصلت المجموعه هيخسر كل مبارياته، ولكن هو لما جه لعب قدام الاهلي لا ده لقى في الصيت والشهره، لقى فيه انه بيلعب مع بطل قاري معروف، فريق محترم ومرعب في القاره الافريقيه، فريق قوي جدا، فريق بينافس على البطوله. بالظبط. فهو ما عندوش اللي يخسره، فلعب بروح، لعب باعصاب هاديه بعكسنا. احنا جينا في اخر 30 دقيقه او 25 دقيقه او حتى بعد ما تعادلنا اتوترنا، بقى في تسرع، بقى في لعب بعصبيه، بقى في احتكاكات قويه. انا اقصد ايه يا استاذ اسامه؟ ان مش دايما الفوز خارج الارض بيبقى هو المقياس للمنافسه على البطوله. اهم حاجه نكسب على ملعبي. بالظبط. امال هيكسب 3 مباريات على ملعبه هياخد 9 بونت. طبعا لو كسبت بره ارضك ده خير وبركه، حاجه تبقى ايجابيه جدا، يبقى كويسه يعني جدا. لكن في نفس الوقت مش معنى ان انت بقالك كام ماتش ما تكسبش بره ارضك يبقى انت مش هتنافس على البطوله. طب ما انا ما تديني الدلائل اللي بتديني الفرص ان انا اكسب بره ملعبي. انا مثلا لما كنت محتاج نهائي البطوله الافريقيه لما كنت بلعب مع النجم الساحلي على ما اعتقد او الافريقي ورحت كسبت في النهائي، ما انا محتاج الفوز. وهنا بتبان الترجي، كنا مع الترجي او الترجي وكسبنا 1-0 بهدف محمد ابو تريكه، كان صفاقسي، كان صفاقسي التونسي، صفاقسي في 2006. وبعد كده الترجي كسبناه وكسبنا الترجي 2-1 بس في ادوار ما كانتش في في النهائي، كسبناه في النهائي. المباراه اللي بحتاج فيها الفوز انا يعني بحقق فيها الفوز وعندي الاراده، انما النهارده ماتش بلاتينيوم معلش هناك اخطاء كبيره جوه فريق النادي الاهلي، ما كانتش من جهاز فني ولا من اداره، كانت من لعيبه. اللعيبه كانت متوقعه انها تخلص المباراه في اي وقت من الاوقات. سيبك من اي حاجه تانية، سوء توفيق، انا ما جبتش، ما عملتش، ما ضغطتش، لا اللعيبه كان عندها ثقه زائده جدا جدا انها تكسب المباراه في اي وقت من الاوقات، ومش بفرق هدف، بفرق هدف واثنين وثلاثه واربعه. ثقه وعدم توفيق في المباراه، وده وارد يحصل. وده حصل. مش وارد، لا ده حصل. انما اول وارد في المباريات اللي جايه. انما لا، شوف الماتش قدام النجم الساحل هتلاقي 11 اسد جوه الملعب فعلا. اذا المقاومات موجوده اللي تساعدك ان انت ما كانش عندك المقاومات وانت اخطات. انت قصدك في المباراه الاخيره اللي هي بلاتينيوم انا ما كنتش موفق والثقه كانت زايده شويه، لكن مقاومات كلاعب موجوده في النادي الاهلي، اي لعيب موجود جوه النادي الاهلي انت في الحقيقه حاليا. انت مش عارف، انت بتحاول بتجرني ايه اعظم فرقه موجوده في النادي الاهلي؟ لا عشان لا، اعظم مجموعه لاعبين موجودين حاليا في النادي الاهلي.
لا بس كان في جيل برضو قبل كده كان جامد. لا جيل. في اجيال انا طيب انا بتكلم المجموعه الحاليه هي اقصى اماني وطموح الجماهير الاهلاويه ان تتفرج على مجموعه اللعيبه دي. حلو كويس. ما تجيش تقول لي النهارده ان انا لا انا مش ناقص. انا اللي بيضربني فقط لا غير الاصابات. حلو. انما النهارده انت زي ما بتتكلم على انهم الافضل لازم ان انا اتهمهم النهارده ان هم اثروا في حق النادي الاهلي. كان في هناك تقصير في حق شعار وفانيله النادي الاهلي. لا انتوا ما لعبتوش قدام بلاتيني. خليني اوضح بس ان هو تقصير غير مقصود من لعيبه النادي الاهلي. هم يعني لازم برضه عشان كان ده يبقى يعني هو انا برضه عشان ما تجيبنيش في حته. وانا لازم برضه معلش يعني اوضح الامور دي عشان ما حدش يجي يقول لك اصل قناه الاهلي بتقول على لعيبه الاهلي مش عارفين. لا قناه الاهلي قالت ايه؟ وعلى فكره انا مش بتكلم لصالح الاهلي. انا بتكلم على واقع الاهلي. في لعيب هيقصر عشان يخسر او يتعادل؟ لا طبعا لا طبعا استحاله الكلام ده ما يطلعش مننا. لكن وارد ان هو يكون مش غير موفق. انما غصب عنه وده مش معناه ان احنا بنشيل اللوم من لعيبه الاهلي. لا, لا طبعا ما لازم نبلومهم. ليه؟ هي العصبيه الزايده في الماتش ما كانتش موجوده؟ احنا اللي اديناها لهم ولا هم اللي عملوها في نفسيهم؟ الاهمال ما كانش فيه الروح. انما ظهرت في اخر 20 او 30 دقيقه اللي وفي اول الشوط الثاني بصراحه. اول الشوط الثاني انما الشوط الاولاني احنا كنا ممكن نخسر كتير. الشوط الاولاني كنا وحشين طبعا. كنا لا مش هنقول وحشين برضه كنا مقصرين. لان اداء الاهلي اعلى من كده بكتير. اللي انا متفائل بيه وبقوله لك هنتاهل وهنتاهل اول مجموعه ان شاء الله باذن الله لان هم هيحسوا يعني بغيره الجماهير الاهلاويه بحب الجماهير لناديها وهم مش اقل حب من الجماهير لناديهم. لان دي لعيبه محترفه ومحترمه وان شاء الله بس ربنا يبعد عننا الاصابات دي هي اللي مشكله كبيره. ازاي الاهلي يتعامل مع الاجهاد اللي بيتعرض ليه؟ ضغط مباريات كبير جدا دوري ابطال افريقيا ومباريات ورا بعض. يعني دلوقتي مثلا لك ان تتخيل الفريق وصل النهارده الساعه 1 الصبح ومفيش تمرين النهارده. لا 1 الصبح مش الظهر. الفجر. الفجر. ومفيش تمرين النهارده وهيتمرنوا مران وحيد بكره عشان يلعبوا بعد بكره. يلعبوا بعد بكره قدام طن. يعني هو ما استغلش فتره التواجد في زيمبابوي. اتمرن امبارح مران استشفائي بس. طيب يعني في الجيم هو كده كده ولا كده. انما هم عارفين الرحله قطعت قد ايه كام ساعه؟ كتير. ده 18 ساعه طيران. ما بين طيران وترانزيت في اثيوبيا والقصه اللي انت بتتكلم فيها. وعشان اجي المشوار دون ما انا لازم اريح. بس ده قدرك. ومتعرف عليه وزي مالك زي ما عليك زي لما بقيت الانديه المشاركه. كويس حلو قوي الكلام ده. فانا شايف ان احنا طبعا لابد انك هتشهد مجموعه من اللاعبين اللي قاعدين ما بيشاركوش لابد يظهروا في هذه المباريات. في المباريات اللي جايه. ولازم تكون مستعد جدا. وكويس انك هتلعب في طنطا في القاهره. كويس طبعا. شوف انا بقول لك حتى سفريه لو كنت هتروح المحله ثلاث ساعات او اربع ساعات لا ربنا انقذك منها. فانا لا الاهلي قادر ان هو يجمع نفسه في تدريبه الثلاثاء ديا وان شاء الله يكون قادر يقدم مباراه طيبه مع طنطا ويكون المكسب له باذن الله. ان شاء الله باذن الله. احنا هنخش بقى على الجانب المحلي. اتكلمنا في الجانب الافريقي وحضرتك متفائل بشكل كبير جدا ان شاء الله بصعود النادي الاهلي. دي حقيقه طبعا وده الاهم باذن الله تعالى. وعندنا المقاومات اللي تقدر تساعد على كده باذن الله بالاضافه لعوده بعض المصابين يعني اللي ان شاء الله هتضيف بشكل كبير جدا خلال الفتره اللي جايه. ما عوده المصابين انا شايف ان هي مش الكم الكبير اللي احنا نتمناه. طبعا انت عندك اهم يعني اقرب المصاب يعني عندك رمضان صبحي مثلا هيرجع الفتره الجايه باذن الله. بس مش هيلحق ماتش طنطا. لا مش بتكلم على طنطا بتكلم على افريقيا. لا على افريقيا ان شاء الله يكون الوقت يدينا الحق. بس انت النهارده عندك مجدي قفشه وليد سليمان عندك بس الاصابات الحمد لله خفيفه يعني ما انا عارف بس محتاجه وقت يعني دول ممكن ما يلحقوش ماتش طنطا. وعندك ديانج كمان موقوف ومصاب. فيعني ربنا ان شاء الله هو قدر النادي الاهلي ولازم تتعامل مع الظروف اللي بتحصل. وبرده دي فرصه للعيبه الاحتياط ان هم يثبتوا وجودهم عشان تكون ركيزه قويه للاهلي ما يبقى ما تخضش لما يغيب عندي لاعب او اثنين. لا انا عندي البديل ويكون في نفس المستوى باذن الله واحسن كمان ان شاء الله باذن الله. اهميه مباراه طنطا بقى بعد ضغط كبير بعد مباراه بلاتينيوم وكلام كتير بخصوص هذه المباراه. شايف مباراه طنطا زي ما ده اهميتها بالنسبه للنادي الاهلي واللاعبين. التوقيت اهميتها هو التوقيت. انت ما ينفعش هكون متعادل مع بلاتينيوم ولا قدر الله اي نتيجه غير الفوز امام طنطا. لا دي هتزني. انا محتاج ان انا افوز وباداء كويس ومتزن ان شاء الله على اساس ان انا ارجع الحاله النفسيه والفنيه والبدنيه والمعنويه للاعبين لاعلى مستوى. عشان اي دروب هيحصل لا ده هياثر عليا بشكل كبير جدا. وانا بحقق رقم قياسي النهارده الفوز في 10 مباريات اتمنى يكونوا 11.
اتمنى ان انا استمر في الاندفاع للامام ما افقدش اي نقاط. فرقه طنطا طبعا جايه هتلعبك بالطريقه وافتكرها مني اللي احنا اتكلمنا فيها بتاعه حرس الحدود. لما قلت لك اغلص مباراه هتقابل الاهلي كانت مباراه حرس الحدود، ما كانش انا اللي كنت موجود. يبقى كان عمر على ما اعتقد. لا انا بقول لك من تاني اغلص المباريات اللي هتقابل الاهلي هتكون مباراه طنطا. على اساس ان الفرقه محتاجه ان هي تأدي اداء كويس، بتلعب قدام الاهلي، عارفه ان في ملايين هتتفرج على المباراه، عارفه ان في اداء هيبقى جيد، في لعيبه عايزه تفرض نفسها في مرحله الانتقالات الشتويه. يبقى المباراه دي انا شايفها هتكون عباره عن يعني من المباريات الرخمه والغلسه للغايه لفريق الاهلي. خصوصا كمان مباراه طنطا هيبقى بعديها مباراه المقاولين العرب، والماتشين دول يفرقوا معاك في شكل الجدول بشكل كبير واوضح في المنافسه على البطوله. لما تكسب طنطا باذن الله تعالى وتلعب المقاولين اللي هو المركز الثاني الوصيف او فارق نقاط، فارق نقاط وليك ماتشين، فالموضوع هيفرق معاك جدا في المنافسه المحليه وتتفرج بشكل اكبر للمنافسه الافريقيه. بص انا يعني انا بس هقول على حاجه، البطل اللي عايز بياخد البطوله لازم يكسب كل الفرق اللي بيلعبها. بالنسبه للمقاولين احنا لازم نحترم المقاولين، ودي بقى الميزه اللي موجوده في فرقه محترمه جدا بصراحه. على فكره دي بقى الميزه اللي موجوده في فايلر. هيلاعب اسوان، هيلاعب طنطا، هيلاعب المقاولين، هيلاعب بيراميدز، هيلاعب الزمالك، بيستعد بجديه واحترام كامل لكل الاجهزه الفنيه اللي بيلعبها. ودي من الميزات اللي بتخلي الاهلي يعرف يواجه المباراه وبيدرسهم كويس. انما انت عارف تركيبه المباريات هي اللي رخمه. او يعني مثلا هبتدي العب بقى المباريات ايه اللي هدخل بقى مع الفرق اللي بتنافس، في فريق في الوصافه، فريق جميل زي المقاولين العرب، فريق زي بتتكلم على انبي، على ما اعتقد انبي هيكون قبل المقاولين. لا لا لا، احنا عندنا طنطا، المقاولين، نجم الساحلي. دي كويس جدا لنا للنادي الاهلي. انبي بعد النجم الساحلي، يبقى بعد النجم الساحلي قبل ماتش الهلال. انما اللي بتكلم ده قدر، ده قدر البطل، ده قدر الفريق المحترم كويس. انه هيلعب مع الكل وبيحترمهم وباذن الله يحقق نتائج كويسه. احنا ما نعرفش النتائج فيها ايه، وما نعرفش ده محضر لايه. انما هتبقى مباراه قويه، وهنا البطل بيثبت وجوده. انا مش قلقان من الاهلي، مش قلقان على الاهلي، مش قلقان لا منه ولا عليه. حلو. انا متاكد ان الشكل اللي بيه الاهلي مع الراجل السويسري دوان، انا شايف ان الاهلي احسن من 3 أو 4 سنوات مضت اللي احنا كسبنا فيها. الناس لمسه فعلا التطور. لا لا، في تطور وفي شكله، اللعيبه كلها بقت على ميزان واحد وبتادي بشكل محترم ونتائج حلوه وارقام قياسيه بيحاول يعملها الراجل، واللعيبه هتساعده وهو بيساعدهم. الحته الثانيه راجل منطقي. انا عجبني تصريح له قوي بعد مباراه بلاتين. تصريحاته متزنه جدا. ده لا، ده مش متزنه، ده راجل عاقل قوي. الراجل ده بيتكلم وانا عملت ايه مع بلاتينيو؟ احنا تعادلنا. اجمل تصريح بيقول لك الاهلي لا يستحق الفوز. لا، يخرب بيت بقى، ده مخ، ده الراجل ده فيه حاجه معينه كده احنا مش فاهمينها. احنا كنا متعودين على العكس، لو خسرنا اصل الظروف، اصل الظروف ده انا اتعادلت، يقول لك احنا لا نستحق الفوز. يعني لو قعدنا اسبوع نلعب بالمستوى ده ما كناش هنجيب اجوان ومش هنكسب. وتصريح زي ده هو بدايه التصحيح لبعض الامور اللي هي انك تحترم نفسك وتحترم المنافس بتاعك. اذا انت هتأدي اداء جيد جدا، يبقى الاهلي داخل في مرحله او في منعطف جديد بالنسبه للكوره. ان هو بيدرس الكوره العالميه الان بشكل محترم، وبيحاول ان هو يطبق افضل حاجه ويؤدي بشكل يظهر للناس ان احنا ابتدينا بنستوعب الدرس، لو بنسبه 1% 2% 3% كتطوير في الكره الاهلاويه في الفتره اللي جايه. طيب، بتشوف بالتحديد استمرار مروان محسن في التهديف في مباراه بلاتينيوم وكهربا وتاثيره في الشوط الثاني من وجهه نظرك، شوف ازاي؟ لا انا عايز اتكلم على مروان محسن. حلو. مروان محسن الانسان ده انسان محترم ومهذب جدا جدا. لا عمرك شفت له تصريحات ولا حوارات ولا شو اعلامي ولا بيتكلم نادرا، ولما بيجيب لجوان انت بتتفرج على جمال وروعه الاهداف اللي بتجيب. ليه الناس بتحاول بتصير عليه مشكله وتصير عليه، ولاعيب لعب لي 300 مش عارف 93 يوم ما جابش منهم الا
12 هدف. طب انا عندي لعيب قعد 365 يوم ومحترف وما جابش ولا جون واحد. كان في لافيو. ولما المكنه اشتغلت في الموسم اللي بعده قال لك اللي اختاره ويا زين ما اختاره ولي. لا ما نقصوش على مروان محسن. مروان محسن من افضل اللاعبين والمهاجمين اللي موجودين، بس ربنا يبعد عنه الاصابات. ولاعب بيلعب لي شهر ويصاب شهرين. احنا ناقص بس بالنسبه لنا حظنا يبقى حلو شويه في الاصابات، ما يبقاش في اصابات كتير. وبالمناسبه الناس بتقعد تهاجم الدكتور طبيب نادي الاهلي الدكتور خالد محمود، يا جماعه دور الطبيب هو التشخيص بس، بيشخص لكن ملوش ذنب في ان الاصابه مثلا تقعد فتره طويله ولا لا. في امور جديده وحديثه في العالم كله في كيفيه معالجه اللاعبين والمدد وكلام من ده. كابتن امير هم اظن ان فاكرين ان طبيب الاهلي هو اللي بيأهل اللعيبه. لا طبعا، او اللي بيديهم التدريبات. لا ده الراجل بيعالج، يشخص ويعالج فقط لا غير. انما الاحمال اللي على لعيبه الاهلي مش من الاحمال بتاعت المعد، من الماتشات. المباريات يا جماعه اللي بتتلعب ايه؟ العب كل 72 ساعه مباراه، 120 دقيقه، 190 دقيقه معاهم 10 دقائق وقت ضايع، دي 100 دقيقه كتير جدا. ده احنا نفسنا لما بنمشي بنتعب. ما بالك اللي قاعد يجري قدامك في الملعب ده بيقطع من 8 ل 12 كيلو متر في المباراه. لا هي يعني الاصابات يا جماعه، ودي معروف على مستوى العالم، اصابتنا لسوء ارضيات الملاعب ولكثره المباريات والارهاق والاجهاد. بس كده. عدم النظام اللي مش موجود في الحقيقه في المنافسه او في جدول ترتيب المباريات والتاجيلات اللي بتحصل في الدوري وكلام من ده، ده بيأثر بشكل طبيعي جدا على المباريات لما تضغط في فتره صغيره، فبتلاقي بتبقى مشكله سلبية. هي دي المشكله، دي المشكله فعلا. التنظيم عندنا في مصر ده امر مهم جدا. بتشوف ازاي موضوع الهلال امبارح والبيان اللي خرج ده، طلع بيان مش من الاداره يعني في الاخر، واقحام النادي الاهلي في الموضوع ده الكابتن عماد صدقي. طالما هو يقول لك الخبر اللي انت بتسمعه وبتتجاهله بيتقتل. الخبر اللي بيجي لك وبتبتدي تردده وتنفيه وتعمله هو ده اللي بيزيد من اثاره الخبر. ايه اللي دخل الاهلي وايه اللي دخل الهلال السوداني والعلاقات بين الجماهير الاهلاويه هو احنا هنرجع تاني نتكلم عن الفوضى؟ واحنا اللي بنقول للناس دي في فوضى وخلوا بالكم من الفيس وخلوا بالكم من البيانات والارقام يا راجل. ده في الاحداث اللي في احدى الدول الاسيويه طلع البيانات كلها متفبركه للاسف دلوقتي. انت جاي تكلمني في مباراه كوره انت بتقصد بيها ايه؟ عايز ايه يعني من الاخر؟ من الاخر عايز توقع جماهير الاهلي في جماهير الاهلي؟ مش هيحصل طبعا، والوضع في المنطقه ما يسمحش بالكلام اللي احنا بنقول عليه. انا ضد قرار الكابتن حماده صدقي، عشان بعيدا عن البيانات، انا ضد قرار الكابتن حماد صدقي انه يسيب الهلال بالشكل ده ويتعاقد مع سموحه. بس هو ليه اعذار ومبررات قالها في الحقيقه يعني تدفع اي حد انه يمشي يعني. قال لك مثلا ايه؟ رئيس الهلال وعدني بحاجات كتير جدا على مدار الشهر اللي فات كله، مفيش اي حاجه اتنفذت. رحت لقيت اللعيبه مش موجوده، لقيت خمس لعيبه بس بعد اربع لعيبه، اربع او خمس لعيبه. تمام، ما وفرلوش شقه يعني الكلام ده، ما وفرلوش عربيه. الكلام ده ظهر قبل التعاقد مع سموحه. ما على اساس بقى ان الوضع. طب انت لو طيب معنا اتكلم في نقطه صغيره يا كابتن، انا مع الكابتن حماده في حاجات وضده في حاجات ثانيه. حلو. يعني انا ضده في حته مش التوقيت انك تسيبه تيجي تتعاقد مع سموحه. طب ما تخليها اسبوع 10 ايام. كمان كابتن حماده قال ايه؟ قال ان رئيس الهلال كلمه، هو كان معروف ان هو بعد ماتش ما يخلص ماتش النجم الساحلي سواء الاولاني او الثاني بيرجع لمصر يومين وبعد كده يرجع ثاني على دي حقيقه على السودان. فلما اتكلم معاه بعد مباراه الاخيره ما بين الهلال والنجم الساحلي واللي خسر فيها 2-1 فرئيس الهلال بيتكلم معاه، فالكابتن حماده صدقي قال له انا في حاجات لسه ما اتعملتش وفي حاجات قال له يعني انت من الاخر جاي ولا مش جاي؟ ده كلام كابتن حماده صدقي. طيب بطريقه ضايقت الكابتن حماده صدقي، قال له خلاص لا انا مش جاي. يعني هو اتضايق؟ لا بص يا كابتن الاسلوب برضه، ما اسلوب لا يعني انا بتفاوض في امر ما. انا هسيب عشان اتعاقد النهارده مع سموحه. انت قصدك على التوقيت اجلها يعني. ايوه اجلها. نمره اتنين اتكلم عليه، اذا كان انتوا دخلتوا لي الموضوع ان حماده صدق بيوقع فرقه الهلال قبل ما يقابل الاهلي. طب الاهلي هيقابل الهلال امتى؟ ده بعد كام يوم؟ بعد 21 يوم؟ يعني بتكلم في كام؟ بتكلم في اسبوعين؟ طب ما كان عمل الحركه دي قبل الماتش. وكابتن حماده محتاج التوقيت دوت عشان يوقع الهلال قدام الاهلي. هو الاهلي محتاج حد يوقع حد من فريق عشان وبعدين الاهلي رضي او ما رضيش لازم هيلعب مباراه الهلال بقوه كبيره جدا ورايح عشان يكسب. صح. انما انا يعني انا ضد الكابتن حماده في حاجات
واللي قلت عليه كان يجب ان هو يتريث واحترام التعاقد مهما كان ويصبر شويه. ومعاه في حاجه تانية انك انت لم التفسيرات اللي قالها والتبريرات اللي قالها كابتن حماده ان كانت صح وانا اثق في كلام الكابتن حماده ما بيكذبش. لا طبعا ايه ثلاث اربع لعيبه اللي بيقولوا لك السلبيه عضو انتهت يعني امر احنا يعني ما لناش دخل بيه، لكن هو اللي خلانا نتكلم عليه موضوع اقحام اسم الاهلي بس امبارح في بيان غير منسوب لاداره الهلال، وده امر مهم جدا توضيحه يعني. وده حظ الاهلي دايما ان اي مشكله هتتخلق لازم يتحط عشان اسمه كبير. اسمه كبير. الفار يا استاذ اسامه متفائل بيه ولا ايه؟ الناس النهارده ابتدت خلاص تدريب الحكام على التقنيه وعلى الاجهزه وكل هذه الامور، وان شاء الله هيطبق بدايه من الدور الثاني طبقا لتصريحات المسؤولين بتاعت الكره. ودي صور قدامنا اهي، صور التدريب وكل هذه الامور، ومندوب الفيفا كمان جه النهارده عشان يدرب الحكام على تطبيق التقنيه. رايك ايه؟ مندوب الفيفا ومندوب الشركه الاسبانيه اللي جايب الاجهزه. طبعا رايك ده إيه؟ انا بعتبرها من اهم النقلات. من اهم النقلات طبعا. بعيدا عن حته بقى يقولوا تطبق لا تطبق الكلام ده، مع ان مصر لحد الان ان انا عندنا مشاكل فنيه كبيره جدا في تطبيق هذا النظام، بس طالما الاجهزه جت. طيب انا بتكلم في الناحيه الماليه. حلو. بتكلم في الناحيه التقنيه اللي بتنقل بيها المباريات، لان ما انا هسالك سؤال. اتفضل. انت يا كابتن جمال يا غندور رئيس لجنه الحكام، الراجل ده انا بحبه جدا. الراجل بيعمل مجهود بصراحه. ولكن انا بسال سؤال، ايه حكايه انتوا بتكلموني يا جماعه ان النقل مركزي والنقل من الملعب والنقل من مش عارف منين؟ الكلام اللي ملوش معنى. لا اطلعوا بقى فسروا للناس، فهمونا الفار ده طبيعته ايه؟ شغله ايه؟ كم كاميرا في كل ملعب هتحتاجها؟ انت قصدك على الغرفه المركزيه؟ الغرفه المركزيه اللي هتتحكم في الفار. الغرفه المركزيه دي هتبقى فين؟ هل انا هنقل المباريات مثلا؟ هفترض عندي مباراه في اسوان، وانا قلت لك قبل الحلقه مباراه في اسوان ومباراه في الغردقه ومباراه في الاسماعيليه ومباراه في السويس ومباراه في اسكندريه، ادي خمس مباريات. قول لي هتنقلهم ازاي يا كابتن؟ عارف الماتش الواحد بيحتاج كام كاميرا عشان تنقل بالفار بحاجه محترمه؟ يعني العربيه دي بتبقى واقفه يعني جاهزه على الاقل على الاقل من 16 ل 32 كاميرا. انت قصدك على البنيه التحتيه وعدم جاهزيتها أيوة لاستقبال أيوة الفار يعني. الفار هل هنشتغل بيه زي اجهزه الكمبيوتر اللي كنا اشتغلنا بيها او باللابتوب؟ ولا هنشتغل باجهزه حديثه وصلت بالفعل؟ حلو. وصلت بالفعل. طب انت ايه المشكله دلوقتي يا استاذ اسامه لما يكون في غرفه مركزيه؟ قول لي الغرفه المركزيه مكانها فين؟ ايا كان مكانها فين؟ ايا كان. طب انا مثلا في الاسوان، على فكره في انجلترا غرفه مركزيه هي اللي بتتحكم في المباريات. الغرفه الرئيسيه جوه الملعب هي اللي بتتحكم. لا في انجلترا لا، في غرفه مركزيه. فين بقى؟ تمام، في مكان ما يعني ايا كان، ملعب من الملاعب مثلا. هي لو مثلا في مباراه في ماشي. مدينه ثانيه برضو الغرفه المركزيه يعني خلال تواصل مع الحكم. حلو. رجعت للحته اللي انا اتكلمت فيها من البدايه. لو بقول لك لو اربع مباريات بقى هحتاج الاربع عربيات، هودي العربيه مثلا اسوان ازاي؟ هودي عربيه الغردقه ازاي؟ انت شايف ان هم مش عاملين حساباتهم على الجزء؟ لا مش الحسابات، هتضطر انك تدخل في تعديل الجداول وتعمل المباريات اللي هتتنقل بالفار لابد تكون مباريات مكان العربيه موجوده فين؟ يعني هنا ودي امر يعني سهل، دي امور تقنيه يعني المفروض هلعب على استاد القاهره واستاد السلام مثلا، وهلعب في الدفاع الجوي وفي برج العرب. سهله. انقل المباريات بس ما العبش المباريات في يوم واحد، هودي مثلا اربع مباريات او مش في توقيت واحد يعني. هل ممكن تلعب مباريات بدون بتقنيه الفار؟ لا خلاص بقى مش هينفع. خلاص طبعا هيطبق. طب حل لي بقى الازمات اللي انا قلت لك عليها. هتقول لي مثلا النقل هنا ب 32 كاميرا. طب لو اربع مباريات بيتلعبوا في توقيت واحد، هتكلم مش هقول بقى هقول في 16، عايز 64 كاميرا. المتوفرين يا كابتن امير اتحاد الكره للرد بقى. ما هو ده اللي انا بقول عليه. اطلعوا يا جماعه وقلتوا في مؤتمر صحفي الاسبوع الجاي احكي لنا القصه وهتمشي ازاي. هيوضحوا اكيد وبالشكل. بس في الاخر احنا الكره المصريه هي الكسبانه. انت جايب عقود ايجار للكاميرات ديت في الملاعب لمده 3 سنين ونص، تقول ملكيتها الى مصر بعد النهايه الايجار. هتكلفني 16 مليون في السنه يا سيدي، قول 20 مليون. طبعا. ما احنا بنعمل حاجات لا يعني لا الكره المصريه ما بتستفيدش منها، وبتتكلف 100 مليون و200 مليون و150 مليون. هي جت على دي؟ لا، انما انت هتضيف دعم اساسي للمنظومه وللكره المصريه بتطبيق الفار، عشان احنا حكامنا بصراحه لا
محتاجين شغل ومحتاجين عمل اكبر منهم. ليه ما تمش الشغل او العمل على تطوير الحكام الاول قبل تطبيق التقنيه يا استاذ؟ طب انت رجعتني تاني. ده ملف بقاله فتره كبيره. ما انا بقول ما فيش اي تطور في اداء الحكام. ما هو ما فيش تطور لان الحكام انت بتشغلهم فين؟ انت الحكام ما فيش لهم سند او ظهير بيدافع عنهم. الحكام متبهدلين على الفيس وعلى مواقع التواصل الاجتماعي وفي الفضائيات. النهارده الحكم بيتشتم انت ما بتهد، هيديك ليه؟ قول لي هو جد جريشه فين؟ فين؟ انا بسالك تسالني. انا ما اعرفش. مش موجود ليه؟ عامل له ايقاف؟ طب النهارده بتقول لي انا ما بعلنش الايقاف. ما هو باين انها ايقاف. ما هي واضحه هي انها ايقاف. لا انت دعم حكامك الاول يا سيدي، لبسهم وشيكهم وخليهم حاجه محترمه وجميله. طب الناس محترمه هتتفرج. انا ما قلت ما لو ايوه لا يعني برضو دي حاجه يعني انا برضو اللبس والزي والادوات والحاجات دي. ويا اخو اعمل لهم اختبارات جميله. على فكره هم بيعملوا لهم مشاريع كويسه قوي للحكام. بس مش بالطريقه المثلى اللي نطلع لي. يا اخي خلي عندي 8 حكام حلوين، ما تعمليش 100 حكم. ما تدخليش بحكامات المحكمات الكره النسائيه عشان تواكب لي العصر وتعمل لي، وانا ما عنديش حكام رجالي. بص على الرجاله الاول وبعدين طور لي الرجاله الاول. يا جماعه شوف ده الحكام بتتبهدل يا جماعه، بتنضرب. النهارده انت ادي لهم الثقه، اديهم الدعم، هتتفرج على جيل لا يمكن ان تتصور. مصر في يوم من الايام كان كل حكام كاس العالم يقول لك اشهر حكم من مصر. من ايام الكابتن انديل، من ايام الكابتن جمال الغندور نفسه، عصام عبد الفتاح، بتتكلم على جهاد جريشه، بتتكلم على اسماء كتير في الحقيقه، اسماء وشاركت وعملت تاريخ للتحكيم المصري. فانت النهارده ما جيش تقول لي لا قبل ما اعمل اطبق الفار فعلا كنت طورت حكامي اقوى من كده. كنت بقى انت بتعمل دورات له. ما ايه الخبره اللي عندي عشان حكامنا اللي يروحوا في الفار دلوقتي اللي انت بتطوره بيتدربوا في الفار يا اخي؟ ده انت لو طلعت 4 أو 5 أو 6 سافروا دوله اوروبيه متقدمه وعاشوا فترة التحكيم وتعلموا، الستة يجوا يعلموا 6 في 6 في 36. ده كان مفروض من بدري الكلام ده. كان مفروض من بدري طبعا. طبعا انت عندك النية لتطبيق التقنية. مش انا مش عايز اقصوا على اتحاد الكورة. اكيد اكيد. لا الناس يشكروا بيعملوا مجهود بصراحة. هم بيحاولوا. انت هون النهاردة بيشتغلوا على اساس ان هجيلهم الموافقة من الجهات. جات ولا لسه؟ لا لحد الان لسه. ولا حتى من الوزارة؟ ما يعتبر طالما اشتغلوا يبقى خلاص جد. بس رسميا التدريب طالما اشتغلوا التدريب اعتبر ان الحاجه وصلت. خلاص هي مساله وقت. الحاجات الرسمي يعني الموضوع يعني انا مش عارف اظن. انت عارف يعني ايه اللي معطل طيب الموافقات؟ لا مش معطل الموافقات، انت في سنه جديده. وعلى فكره الدوله لا تتاخر على الرياضه المصريه ولا على الكره طبعا المصرية. طبعا طبعا معروف، لان ديت السلعه الاولى في مصر اللي بيشتريها كل وكل ابناء البلد. من الجماهير. اهم السلع كره القدم. طب هي التكلفه دلوقتي بتاعت الفار على مين؟ الدوله. الدوله ولا اتحاد الكوره؟ ما اتحاد الكوره. ما احنا ما عندكش اتحاد كوره. انتوا يا جماعه انتوا مصدقين ان احنا عندنا اتحاد كوره؟ امال احنا عندنا احنا عندنا لجنه خماسيه موظفين من قبل الفيفا. اوكي بس هم اللي بيديروا الاتحاد يعني. ما هم اللي بيديروا الاتحاد. أوكي. من خلال الفيفا. طب هو الاتحاد عنده ميزانيه يقدر يدفع الفلوس ولا مين؟ ما هي الميزانيه كبيره جدا في الاتحاد وعندهم الامكانيات وكل حلو. حاجه. طب ما ده بس بتتوجه فين؟ للفار؟ الجزء الفار دوت. لا ده الفار دي بكره تتفرج. انا وبعتبرها من الحاجات الاستثماريه الحلوه. المحترمه. الناس دي شغاله بقوه ليه؟ ليه؟ عشان بيتقاضوا اجر. ده خلاص بقى معروف ده فعلا. لا ما احنا قلنا لك في اول حاجه قلت لك انت قلتها لي. طبعا في الاول دي حقيقه ودي من اجمل الحاجات. هي دي بتعيبهم فين؟ لا ما فيهاش عيب. دي مش عيب. انا وده اللي انا بقول عليه عشان تطور. يا جماعه خلوا مجالس الادارات مش في اتحاد الكوره بس، وفي الانديه وفي مركز الشباب بمقابل. اتفرج على الناس دي شوف هتعمل ايه. وبتكسب ومش هتخسر. طب احنا اللي نعرفه يا استاذ اسامه وحضرتك ممكن تصحح لنا المعلومه برضو، ان مثلا لو اعرف اقول ان مثلا اتحاد الكوره كان حاول ان الانديه تساهم في المبالغ الماديه الخاصه بتطبيق التقنيه والانديه رفضت، وبعد كده لجأوا لوزاره الشباب والرياضه ووزاره الشباب والرياضه رفضت وقالت ان انتوا عندكم الميزانيه الكافيه لتطبيق التقنيه والتكفل بكل الامور الماديه الخاصه بيها. هقول لك ليه. في الفتره اللي كان بيدي فيها وزاره الشباب اللي كانت بتدعم الانديه كان ممكن نقول لك نوافق.
انما وزاره الشباب والرياضه ما عادش بتدي لاي نادي. هي كل اللي هم المؤسسات بتاعتها اتحادات لجنه اولمبيه فقط لا غير مراكز الشباب. حتى مراكز الشباب ما عادتش بيديهم دعم. فالنهارده انا هديك مش هديك دعم وانت جاي تطلب مني تعمل تقنيه فار. طب انت بتبيع حقوق البث دي لمصلحه مين؟ ما تيجي نحسبها بقى. تسويق المباراه ده لحساب مين؟ اعمل سوبر مصري في الامارات والاهلي والزمالك هيكسبوا في ال لا ده مصلحه السوبر مصلحه الاتحاد طبعا. اصرف بقى من عندك يا اخي وطلع. طيب ايه هي الانديه اللي تقدر تدفع مصاريف الفار؟ قليلين جدا، خمس ست انديه. انما بقيه الانديه مش هتدفع. طب انا استفدت ايه؟ انا بعمل فار لك عشان اصرف عليك؟ لا، هو اتحاد الكره فيه فلوس طبعا، والدليل ما يصرف من مرتبات للجنه الخماسيه بتجي لك من الاتحاد الدولي. من حصه مصر الماليه في الاتحاد الدولي هو بيدفع لك منه. فالنهارده انت تيجي تقول لي هعمل قرار بتاخد موافقه مين الاول؟ باخد موافقه الاتحاد الدولي، باخد موافقه الكابتن فاطمه سموره ولا فاطمه سموره. فاطمه سموره هي اللي تتحكم فيه، هي اللي تقول. واللي زي ما حصل في الاحتفاليه بتاعت اختيار الافضل. فلذلك انا شايف، لا انا شايفه دي تجربه هتبقى كويسه جدا ومفيده، وهتبين ان اتحاد الكوره بيكسب مكاسب كبيره جدا ما بيخسرش. نتمنى لهم التوفيق في كل الامور اللي هتكون في صالح الكره المصريه بكل تاكيد. يا استاذ اسامه نورتنا وشرفتنا، ربنا يخليك، وبالتوفيق للاهلي ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله، وباذن الله انا شايف ان اللي جاي احسن كتير، هيبقى احسن كتير ان شاء الله باذن الله. استاذ اسامه صقر الناقد الرياضي الكبير رئيس القسم الرياضي بجريده الجمهوريه كان ضيفنا العزيز في حلقه اليوم من كلام في الميديا. بكره حلقه جديده ان شاء الله، استنونا، الى اللقاء.